الحراك اللي على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، الحراك والاهتمام العربي ربما يكون في بعض الأوقات أزيد من الاهتمام التركي بالموضوع. إيه اللي حاصل وإيه تطورات الأمور وإيه اللي فين ممكن الوضع يوصل؟ ده موضوعنا في حديث الميدان. بيسعدني يكون ضيوفي في الاستوديو للنقاش حول الموضوع الأستاذ عبد الله يالجين، وهو قيادي في حزب العدالة والتنمية في بشاك شهير في مدينة اسطنبول. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. وأيضا معنا الأستاذ معين نعيم، وهو باحث وكاتب متخصص في الشأن التركي. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. اسمح لي أبدأ من الأستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، جدل حول ما حدث في الانتخابات البلدية خاصة في اسطنبول وأنقرة. اليوم رئيس الجمهورية يتحدث عن الأمر، الرئيس أردوغان تحدث عن أن هناك طعون أمام اللجنة الانتخابية في اسطنبول، وإذا ما رفضت أو تعنتت سيذهب بها الحزب إلى اللجنة العليا للانتخابات. ممكن نطلع ضيوفنا عن آخر تطورات الأمر في اسطنبول تحديدا؟ أولا هذه الانتخابات لازم نشوف كيف حدث، وخاصة في اسطنبول ماذا حدث. هذا الانتخابات في اسطنبول أولا كأنما حزب العدالة فاز، ثم حزب الشعب. هذا الآن طبعا ليس واضح، يعني يوجد الآن فرز في أماكن مختلفة، وهذا شيء عادي، يعني هذا ليس شيء في أمريكا سنة 2000 البوش والغور بينهم 4 مرات. أولا الانتخابية، نعم أولا الغور كان ناجحا، ثم 4 مرات الأصوات كان في كل انتخابات ديمقراطية. نعم يعني يوجد هذا شيء مرحلة عادي. الطعون الانتخابية هذا شيء أول. نعم. وشيء ثاني، الأهم شيء أولا حزب العدالة أو الاتفاق الجمهوري الجمهور فاد 52% في هذه الانتخابات. لماذا لا نرى هذا؟ هو الذي يعني والطرف آخر 47. يعني الغالب هذه الانتخاب واضح. المشكلة يعني كأنما مشكلة، هذا ليس مشكلة، ليس مهم، يعني يوجد اسطنبول. وهذا أصلا هذه الانتخابات ليس انتخابات إدارية، هذا انتخابات بلدي خدمية، يعني خدمية. نعم خدمات، يعني هذه ليس الإدارة ولا ليست الحكومة ولا رئيس الجمهورية أو وزير. نعم. لكن كأنما هذه الانتخابات من أردوغان سيكون 4.5 رئيس لتركيا. نعم، بعد 4 سنوات ونص. نعم نعم يعني نعم. هكذا. طيب أستاذ معين، قبل الهوى تكلمنا عن نقطة مهمة جدا، وهو يعني في بلديات محلية أو بلديات صغيرة وبلديات كبرى. اسطنبول 39 بلدية صغيرة، منها 25 مع حزب العدالة والتنمية والمهابية الحركة القومية. هل الرجل الذي سيصبح رئيس للبلدية الكبرى، إن كان بن علي يلدرم أو أكرم إمام أغلو، له مطلق الحرية أن يتصرف بعيدا عن هذه المحليات الصغيرة؟ يعني بداية البلديات كلها المركزية أو الكبرى والفرعية هي عبارة عن مؤسسات خدمية، وليست مؤسسات لا تشريعية ولا سلطة تنفيذية على مستوى الحكومة، إنما هي مؤسسات تنفيذية خدمية في مناطق نطاق صلاحياتها، إن كانت محلية أو مركزية. هذا أولا. ثانيا، البلديات هذه في القانون تتبع إلى وزارة الداخلية، فليست بلا مرجعية.
النقطة الثالثة والأهم، يعني رئيس البلدية مسؤول من وزير الداخلية طبعا في يعني في على سبيل المثال، على سبيل المثال قبل عام ونيف تقريبا مجموعة من رؤساء البلديات أو عامين تقريبا مجموعة من رؤساء البلديات التابعين لحزب الشعوب الديمقراطي استخدموا صلاحياتهم والبلديات ومقدرات البلدية لدعم الإرهاب، واستخدموا سيارات البلدية في نقل الإرهابيين، فتم إقالتهم واعتقالهم. لا استنى يعني رئيس البلدية، رئيس بلدية أنقرة ولا اسطنبول ممكن يقيل وزير الداخلية؟ طبعا، لأن هو المرجعية القانونية والمرجعية الإدارية اللي هو وزير الداخلية، لأن وزير البلديات تتبع لوزارة الداخلية. لا يمكن أن يكون هناك سلطة مطلقة، ليس هناك في تركيا نظام الحكم الذاتي. فيعني كلمة مير أحيانا تستخدم في الترجمة الإنجليزية وكأنها نفس الحاكم ولاية، هو ليس حاكم ولاية، هو فقط رئيس بلدية، وهذا أمر مختلف تماما عن حاكم الولاية. هذه قضية. القضية الثانية، رئيس البلدية هنا في اسطنبول اليوم في الظروف الحالية، لو كان بن علي يلدرم فالأمور يعني جيدة، حيث أنه يملك الأغلبية 25 في مجلس في الضواحي، ويملك البلدية في العفو الأغلبية في مجلس البلدية الكبرى، وهذه قضية مهمة لأنه البلدية الكبرى فيها الرئيس وفيها مجلس البلدية، ومجلس البلدية أيضا هذا منتخب وليس تابع للرئيس. فاليوم أغلبية المجلس هي لحزب العدالة والتنمية أكبر، وحليفه حزب الحركة القومية. نعم. فإن كان الفوز حليف بن علي يلدرم فالأمور ليست فيها مشكلة، لكن لو كان أكرم إمامولو فسيكون مقيد اليدين، لأن المجلس البلدية هي الجهة الوحيدة التي تستطيع إصدار قرارات وتعديل ضوابط غير الروتينية في البلدية. يعني على سبيل المثال لو أراد أن ينفذ أكرم إمامولو أي مشروع غير اعتيادي، غير الخدمات الاعتيادية، يحتاج إلى موافقة مجلس البلدية، وأنقرة كذلك، ويحتاج إلى موافقة مجلس البلدية على الموازنة. يعني فإذا أنا أقول جملة واحدة، تفضل. أكرم إمامولو ليس أمامه إلا خيارين، إما أن يجلس على الكرسي بدون فائدة، أو أن يتوافق مع مجلس البلدية التابع لحزب العدالة والتنمية ليستطيع أن يدير اسطنبول. أمال لا خيار ثالث. استنى بس أنت، عشان الناس اللي بتشوفنا دلوقتي شايفة على الفيسبوك وكأن الأمور يعني وكأنهم استمعوا إلى هذا الرجل في أزمير الذي يهدد الرئيس أردوغان. شوف، فوزنا بالبلديات. شوف، هو 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 حقيقة واضح جدا أن المعارضة التركية والداعمين الدوليين لها يريدوا أن يصنعوا لهم أرجل من خشب. أولا، انتخابات اسطنبول حتى اللحظة لم تمر على تركيا انتخابات فيها شك في نزاهتها كما هذه المرة منذ سنوات. يعني أنا أعطيك بعض المعلومات. اليوم صرح نائب رئيس حزب العدالة والتنمية المسؤول عن ملف الانتخابات أن هناك حوالي 20,000 صوت في بلدية فرعية واحدة، ناخب عفوا ليس صوت، 20,000 ناخب مزيف في بيوت شكمجة. تعرف يعني ناخب مزيف؟ يعني هو جاب ناخب من عناصر حزبه من منطقة هو لا يحتاج لأصواتهم فيها، وسجلهم في النفوس، وسجلهم في شكمجة. والعشرين ألف يشكلوا كتلة أكبر بكثير من الكتلة التي فاز بها أكرم إمامولو حتى في إسطنبول، وأكبر من الكتلة التي فاز فيها في بيوك شكمجة نفسها. هذا واحد، فهذا تزييف قانوني، وتم القبض على هذا، والآن قبض على ليس على شخص، على أكثر من شخص، على مسؤول قسم النفوس في البلدية وبعض من نعاونه، وكلهم من الجهبة حزب الشعب الجمهوري. الآن في طرح لدى العدالة والتنمية الآن يرفض، يعتبر هذا خلل أضر بنزاهة الانتخابات كاملة. الآن في أصوات لاغية وأغلبها في المناطق 319 ألف، تم فرز حوالي 100,000 منها حتى اللحظة، أو 119,000 وباقي 200,000 لم تفرز بعد. الآن هناك أصوات يعني بشكل غير منطقي، يعني شوف هذا الفوز الذي يتكلموا فيه، يعني تخيل هو يقول لك بالخطأ، أكثر من 2,000 قائمة انتخاب، قائمة جمع صندوق يتم ترحيلها إلى الحاسوب بأرقام تعطي لبن علي يلدرم 0-1-2-0-1-2، بينما يكون في نفس الصندوق 150-250-230-140. يعني هناك عملية منظمة واضح جدا لتزييف النتائج. رغم ذلك كله هم لم يفوزوا إلا بعدد قليل جدا من الأصوات في رئاسة البلدية،
هناك رمزية، يجب أن نقر أن هناك رمزية لرئاسة بلدية اسطنبول وتحديد اسطنبول، اسطنبول بشكل خاص كونها هي المقر الذي نبع منه حزب العدالة والتنمية وأردوان شخصيا فيه نبغ. لكن هذا لا يعني لا بعد لا لم يكن هناك، ليس هناك أي قرار سياسي ولا سيادي ولا تغيير في سياسة الدولة له أي علاقة بهذه البلديات. طيب أرجع للأستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، الإعلام في اليونان ذكر أن هذا انتقام من أجل تصريحات من الشعب التركي الذي صرح أردوغان أمامه أن آيا صوفيا سيعود جامعا مرة أخرى، وهناك تصريحات أمريكية تصريحات أوروبية تتحدث عن انتخابات بلدية داخلية خاصة جدا لأبعد حد. كيف يقيم حزب العدالة والتنمية هذه التعليقات التي تتحدث عن هذه الانتخابات الخاصة بالمواطن التركي؟ طبعا هذا ليس أول شيء الذي فعله أوروبا، يونانستان، أمريكا، إسرائيل وبعض دول أخرى. هذا ليس أول شيء، عشنا هذا كثير من فترة الماضي. لكن الشعب التركي يحب أردوغان، على رغم أمريكا شعب تركيا يحب أردوغان، رغم أوروبا شعب تركيا يحب أردوغان، ورغم إسرائيل شعب تركيا يحب أردوغان. هذا هو الواضح. لكن طبعا هذا ليس بمعنى الحزب العدالة والمسؤولون عن الحزب والمحبون محب الحزب العدالة لا يفكرون هذه النتائج. لازم طبعا يأخذ الرسالة من الشعب، وهذا ما ذكره الرئيس أردوغان طبعا. هذا هو الذي قال، يعني نحن سنأخذ الدروس من هذه النتائج. الشعب أيضا يعني يعطي الرسالات، يعطي يعني يمكن لازم بعض تغييرات في الحزب، هذا واضح وارد يعني. نعم طبعا. من أجل هذا الذي يونانستان فعله أو أوروبا أو أمريكا هذا شيء متوقع، يعني نحن نتوقع هذا الشيء. فعلوا بالدولار، فعلوا بالانقلاب، فعلوا هذه الآن مثلا نتوقع في هذه الموضوع أيضا هذا التزوير، هذا قطعا من هذه. تسمح لي، يعني البعض قال أن هذه ربما محاولة انقلاب مصغرة من بعض القضاء أكيد. الكماليين أيوة هل أكيد. هذا التوصيل أكيد. صحيح؟ يعني أكيد طبعا أكيد، يعني على كل فرصة هم يريدون يعني يستخدمون في هذا المجال، يعني واضح هذا. نعم. هو أستاذ معين، أحد المنتمين إلى حزب الشعب الجمهوري الجهبي وهو رئيس بلدية صغيرة في أزمير وقف على وسط حشد وهدد الرئيس أردوغان وهدد الملتحين وهدد التي ترتدي الحجاب في الشعب التركي، وكأن الرجل أصبح رئيس الجمهورية، وكأنه يعني بولت الشوام بيطلع له أنه يهدد رئيس الجمهورية. يعني برأيك لماذا هذه الروح العدائية وإحنا أمام لازلنا أمام صراع على الهوية؟ لا أعتقد أن الشعب التركي بقي لديه صراع الهوية. الشعب التركي لم يكن لديه صراع الهوية بقدر ما كانت لهذه الفئة التي تحكم، كانت تحكم الشعب التركي بالحديد والنار، كانت تحاول أن تصنع له هوية غير هوية الحقية، لكنهم فشلوا وفي أول فرصة عاد الشعب التركي إلى هويته الحقيقية والأصلية. هذا أولا. ثانيا، هؤلاء لا يستطيعوا البقاء إلا إذا صنعوا عداء، لا يمكن أن يبقوا أن يعيشوا ويستمروا في وسط ليس فيه عداء. لذلك هو معني بتحفيز قواعده وخلق القضايا العاطفية والوهمية حتى يشعر ويشعر الآخرين أنه موجود. بالمناسبة هذا الشخص اليوم تم رفع قضية عليه وسيتم التحقيق معه بهذه بسبب احتقار أو كما يسموها شتم رئيس الجمهورية، سيحقق معه. بالنسبة لأكرم إمام أغلو، حتى أكرم إمام أغلو اليوم أيضا أحد المحامين رفع عليه قضية بتهمة استخدام منصب وصلاح واسم وصف وظيفي
ليس من صلاحياته وأيضا رفعت عليه قضية. فأنا أعتقد أنه تركيا لم تعد تركيا القديمة التي يمكن لهؤلاء أن يرتعوا فيها كما يشاءون. بالمناسبة معلومة للتصحيح، اتفاق الجمهور حصل في تركيا على 51.6%، بس النهارده قال 53.3 مع الحلفاء الصغار الذين لم يسجلوا ضمن لكن مجموع في عموم تركيا حوالي 52%، بينما اتفاق الملة أو الأمة كما يسموه حصل على 37.5% ونصف 38 و4 كانت ضمن الهدباء. إذا نتكلم عن 42% وليس 47%، نتكلم عن فارق 10% حتى اللحظة. فيعني موضوع في انتصار البعض يتحدث عنه أستاذ معين، وتعرف الأستاذ عبد الله ولايات جديدة لم يكن لها للأكبرتي أو حزب الرئيس أردوغان حظوة فيها بشكل كبير، شرناق على سبيل المثال. يعني هو يجب أن نتكلم في الانتخابات، إذا أردنا نرسم الصورة بشكل سريع في هذه الانتخابات، أنقرة وإسطنبول كانت فيها مشكلة وخاض حزب العدالة والتنمية. حتى لو حصل بن علي يدرم على النتيجة، الحزب العدالة والتنمية يشعر ويؤمن، وأنا أعتقد أنه يجب أن يفعل ذلك، وإلا فالنتيجة لن تكون صحية. أن هناك مشكلة لديه في هذه المناطق ويجب أن يراجع حساباته. أما القضية الثانية، هناك عدة مناطق في جنوب شرق تركيا، المناطق اللي كانت التي كانت تحسم كردياً بالسلاح لصالح حزب الشعوب الديمقراطي وتهديد حزب العمال الكردستاني المسلح. أنا أعرف بعض الإخوة الأصدقاء قال لي كانت تحرق بيوت الأحياء التي يصدر فيها يخرج فيها أصوات أعلى لحزب العدالة والتنمية أو لأحزاب المعارضة الأخرى. لذلك هذه المرة بالمناسبة شرناق التي نتكلم عنها ومناطق أخرى في ديار بكر التي حصل فيها العدالة والتنمية على رؤساء البلدية على منصب رئيس البلدية، كانت قبل سنتين أو ثلاثة فقط ساحات مواجهات عسكرية. يعني الأصل لولا أن هؤلاء المواطنين هم أبناء هذه الدولة ويشعرون أن هذه الدولة تخدمهم لصوتوا لضدها، كانت ساحات مواجهة. كان حزب مثلا شرناق كان حزب الشعوب الديمقراطي الواجهة السياسية كما هو معروف لحزب العمال الكردستاني حصل على أكثر من 60% فيها، بينما اليوم نتكلم عن حوالي 60% من الأصوات ذهبت لحزب العدالة والتنمية. لأنه حزب العدالة والتنمية عندما أزاح الرؤساء الذين يمولونها من أموال البلدية رأى الناس هذه الخدمات. أنا أعتقد أن ما حدث اليوم هو فتح جديد لحزب العدالة والتنمية حقيقة، فتح سياسي إذا أردنا أن نقول في تلك المناطق التي كانت حكرا على تيار سياسي معين. يعني سياسة اللي اتبعها مع المكون الكردي التركي ليس المشكلة، وهذا يدل يدل أن المشكلة في ثمارها. وهذا يدل أن في تركيا ليس هناك مشكلة بين الدولة والمواطن الكردي، بل لكن بين الدولة والميليشيات الإرهابية والعصابات المسلحة في تركيا. بينما المواطن الكردي بن علي يلدرم من إرزجان هو كردي. هناك كثير من الوزراء في الحكومة، والرئيس من قومية أخرى. يعني لا يوجد في مشكلة حقا، لا يوجد في تركيا مشكلة لدى الناس بسبب قومياتهم. المشكلة في تركيا أن هناك أطراف كانت تتغذى إن كانت في الدولة العميقة سابقا والميليشيات والعصابات المسلحة، أو الآن في بعض الأحزاب السياسية مع الميليشيات المسلحة تتغذى بهذا الحدث، تتغذى بهذا الفصل. الحل، وأنا أعتقد أن حزب العدالة والتنمية يسعى لذلك، هو بإشعار الناس أن كل المواطنين في هذه البلد هم سواسية، كل له حق وكل عليه واجبات. أستاذ عبد الله، إذا ما خسر الحزب الحاكم أنقرة في رئاسة البلدية، منصب رئيس البلدية، وخسر إسطنبول أيضا في منصب رئاسة البلدية، ماذا يمثل هذا لحزب العدالة والتنمية؟ لا يحدث أي شيء. أولا هذا غالب هذه الانتخابات هو حزب العدالة، هذا 100%. هذا وشيء آخر في هذه الانتخابات. طيب عفوا أستاذ، البعض بيقول، يعني البعض يذكر أن الآن من حق المعارضة أن تطلب انتخابات رئاسية مبكرة. طبعا هذا فقط سأضحك، يعني فقط أضحك بهذا الفكر. الحزب العدالة والتنمية في الشرق التركي غير كثير أشياء جدا. يعني الآن الإقبال هذا مهم، الإقبال إلى حزب العدالة والتنمية أروه شكورجا الشرناق. يعني هذا شيء مهم جدا، هذا شيء لازم نتفكر ونتكلم هذا الموضوع. يعني في أكثر من 60% الشعب
الخدمات الـ الـ هذا لازم نتحدث هذا الموضوع، هذا مهم جدا. وأيضا إسطنبول أو أنقرة، إزمير كان من قبل هذه الانتخابات كان في دائما مع الجهبة. ماذا فعلوا في إزمير؟ إزمير ماذا فعلوا؟ يعني كأنما الآن إذا حضرتكم ذهبتم ورأيتم قرية كبيرة فقط، يعني إزمير الطريق سريع فعل أيضا حكومة فعل هذا بين بورصة، يعني المنجزات الموجودة في إزمير من فعلتها الدولة الحكومة وليست البلدية. أيوة أكيد هذا الطريق سريع وبعض الجسر، يعني فقط أما داخل المدينة إزمير كأنما قرية كبيرة. أما إسطنبول أنقرة إن شاء الله بعد هذه تطمئن المشاهدين على إسطنبول على الأقل. يعني إسطنبول إن شاء الله نتوقع سيغير بعد هذه. الآن 2000 صناديق، 2000 صندوقا. نتيجة هل تعرفون اليوم كم صوت الأخير غير إلى أكبر؟ تعرفون كم؟ 14,000. 14,000 صوت الآن، يعني قبل ساعتين حتى اللحظة. حتى لحظة 14,000 صوت. 14,000 صوت. أي نعم. غير من جابة إلى أكبر. والآن يوجد كثير صناديق. نعم لازال كثير من الصناديق. طيب أستاذ معين، يعني بعض الوسائل الإعلامية الغربية بتتحدث عن أن فقدان أردوغان وحزبه لبلديات إسطنبول وأنقرة وأزمير وأنطاليا وهذه البلديات الكبرى يعبر عن ملل شعبي أو سخط شعبي على هذا الحزب الحاكم وعلى النظام الرئاسي الجديد. شوف، هو موضوع النزاهة والشفافية والمهنية لدى الإعلام الغربي أصبحت مصطلحات غير قابلة للتطبيق. فلنقولها بصراحة، أحد الوكالات أو القنوات العالمية تصرح في اليوم التالي للانتخابات الليرة التركية ترتفع بسبب سقوط أردوغان في أنقرة. طبعا أنا أتابع الأرقام وأتابع الانتخابات وأتابع الاقتصاد في ظل حتى نستطيع أن نتابع نقرأ الصورة بشكل صحيح. كلام غير صحيح، لا له دليل رقمي ولا دليل عقلاني ولا منطقي. وكالة أخرى تقول، وكالة أنباء أقول، خسارة فادحة لأردوغان في إزمير. يا سيدي، إزمير منذ أسست الجمهورية لم تكن للعدالة والتنمية ولا لحزب إسلامي بلدية فيه، بل الأصوات العدالة والتنمية اليوم في إزمير أعلى مرة منذ حوالي 39%، أعلى مرة تصل، يعني أعلى نسبة أصوات تحصلها. أنا أعتقد أن هذه مشكلة وفضيحة حقيقة. هذا نقطة. النقطة الثانية، الحديث عن خسارة وانهيار وضياع لأردوغان هو قراءة مجتزأة جدا للمشهد. أنا وحزب العدالة والتنمية نفسه وكل المتابعين يقول أن هناك مشكلة وهناك تراجع في رئاسات البلديات، وهناك خلل في أداء الحزب في أثناء الانتخابات نتج عن هذه المشكلة. هذا معترف به حتى في أنقرة وإزمير وغيره، وحاول العدالة والتنمية يتلافى الأمر لكن يبدو أنه لم يستطع ذلك. هذا شيء، لكن على صعيد شعبية الحزب وشعبية وقواعد الحزب، الأرقام تقول أنه ما زال الحزب والتكتلات المساندة له محافظة على نسبة أصواتها منذ 5 سنوات الآن. نقطة. لو رجعنا بسرعة، لو رجعنا إلى انتخابات 2014 حزب العدالة والتنمية رفع نسبة تصويته. لو رجعنا إلى انتخابات الاستفتاء عام 2017 التكتل الجمهور رفع نسبة تصويته. هؤلاء، أسأل هذه الدول التي تدخلت، بالمناسبة ألمانيا تكلمت وأمريكا تكلمت، كم نسبة المشاركة في الانتخابات لديهم؟ 60. لا تتجاوز، بالعكس لم تتجاوز 30 و35% في أمريكا، بينما هنا في تركيا نتكلم عن نسبة تصل إلى 84 و85 في الانتخابات الدستورية السابقة 89%. أستاذ معين، قولي أخيرا، يعني الآن في مشاريع كبرى بتقام في إسطنبول، في أنقرة، في أنطاليا، في إزمير، مين اللي بيقوم بالمشاريع دي؟ يعني العمل مثلا كوبري يافوس سليم، ولا العمل مرمراي، ولا اسطنبطار اسطنبول الجديد، الحكومة ولا البلدية؟ وهل لا البلدية إذا خرجت من الأكبر تؤثر على هذه المشروعات الكبرى؟
لا يا سيدي، يا سيدي هو كل هذه المشاريع هي مشاريع دولية وليس مشاريع دولية توقعها الدولة مع المؤسسات العالمية للتمويل أصلا. يعني لا يمكن للبلديات أن توقعها، هذا أولا. حتى مشاريع كما ذكر السيد عبد الله، مشاريع القطار في إزمير من نفذه وزارة المواصلات، لم تنفذ البلدية. هذه المشاريع هي مشاريع سيادية، والمشاريع السيادية محكومة لرئاسة الجمهورية وليس حتى لوزارة معينة. يعني مثلا هناك لجنة مشتركة من الوزارات، لأنه في المطار وزارة المالية، وزارة الخزينة شريكة في المشروع لأنه فيه تمويل دولي، وزارة المواصلات شريكة في المشروع، سلطة الأراضي هي شريكة في المشروع، والخزينة للأراضي أراضي خزينة، لكن هناك لجنة مشتركة هي المشرفة أعلى من حتى الوزارات نفسها وليس البلديات فقط. فهذه البلديات لن تستطيع أن توقف لا مشاريع ولا أن تقرر أصلا في مشاريع جديدة، إنما هي مؤسسات كما ذكرت في البداية، مؤسسات خدمية لخدمة الجمهور في مجالات محددة وحدودها معروفة، لا تخرج في إطار التشريع ولا القوننة ولا التنفيذ. شكرا أستاذ معين نعيم الباحث والكاتب المتخصص في الشأن التركي، شكرا لك على حضورك معنا. شكرا أيضا للقيادي في حزب العدالة والتنمية. نقطة واحدة يمكن أن نضيف. فضل. أولا هذا الانتخابات يعني في أنقرة أو إسطنبول، فرض مفروض إمام أوغلو ناجح، وفي أنقرة الجهة ناجح، ماذا سيفعل؟ أي قرار سيأخذون؟ مجلس أكثرية النواب في المجلس البلدية بيد الأك بارتي، ماذا سيفعلون؟ بالرغم أك بارتي ماذا سيفعلون؟ يعني من أجل هذا يعني لا يدعو للقلق. شكرك أكيد أستاذ عبد الله يلجينا القيادي في حزب العدالة والتنمية في مدينة اسطنبول. من الآخر كده اللي أنا فهمته من اللقاء ده، هدوا يا جماعة شوية، مفيش حاجة، انتخابات بلدية، كل اللي هيستفيد منها في الآخر هو المواطن التركي في تجربة ديمقراطية محترمة، أحزاب بتتنافس عشان تنتخب أو عشان علشان تخدم الشعب التركي. نتمنى نشوف ده في بلادنا. استنونا بقى بعد الفاصل علشان نتكلم عن الفقرة اللي قدمتها في البداية، إيه اللي بيحصل في ليبيا؟ قوات حفتر دخلت طرابلس، قوات حفتر تم دحرها من أهل مصراتة والزنتان وطرابلس وغيرها. هنشوف مع بعض إيه اللي حاصل بعد الفاصل.